زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من برامجكم الأسبوعي، أسبوع في حلقة. اليوم جيناكم بربعة ديال القضايا في غاية الأهمية. اعتقال شابة بمدينة تطوان على خلفية شريط يتضمن مشاهد مخلة بالحياة، ثم القضية ديال السرقة ديال البيض من طرف عاملة بمنطقة الرحاملة، والموضوع الثالث يتعلق بتخلي ديال وزير الصحة على السيادة المغربية، والموضوع الرابع والذي لا يقل أهمية كيتعلق بواحد المدينة عزيزة على قلبنا، مدينة يعني المغاربة تقريبا كاملين عز عليهم، هي مدينة سليمان الحبيبة والمجيدة والشامخة، واللي جاتنا منها مشاهد مؤلمة ومخزية وتدين يعني المسؤولين المحليين طبعا اللي متورطين في هذا الفعل هذا، واللي مسؤولين بشكل أو بآخر في هذه يعني المشاهد المرعبة واللي قلقتنا بزاف وبزاف بزاف. وطبعا لمدينة سليمان ربما هي فقط عنوان لعدد من المدن اللي كتعيش هذه الأوضاع هذو الكارثية. البداية طبعا غتكون مدينة تطوان، مدينة تطوان الحبيبة، واللي كنوجه واحد التحية لها بهذه المناسبة، المدينة العزيزة علينا طبعا إلى جانب المدن الأخرى. فمدينة تطوان مع كامل الأسف عشت مؤخرا على وقع واحد الشريط فيديو يعني كيقلق بزاف، كيقلق بزاف بزاف بزاف، ماشي من حيث يعني المشاهد اللي تضمنها، لأن المشاهد اللي تضمنها ما يمكن نقولوا فيها إلا نطلبوا السترة ونطلبوا كل إنسان اللي إذا بتوليتهم فاستتيروا. يعني هذيك المشاهد ماشي مثلا جريمة بمنطق نص القانون، جريمة بمنطق الدين، قول اللي بغيتي، ولكن مني كاينه تراتبية في الجرائم. ماشي شي واحد كيسرق ديال الناس، ماشي واحد مثلا كيزور الوثائق ويدي الارض، واحد انسان كيعترض السبيل بلا مدايز وكريسه وخذ له رزقه، اما واحد انسان دار واحد الممارسه جنسيه اللي هو شرط بيولوجي مخفي ومخزون، لا نباركها لا نؤيدها لا نشجع عليها، طبعا هذا موقف ثابت، ولكن من يؤلمنا على أنه نشوف الناس كيمشيوا للحبس. فباختصار شديد وما نطورش في هذا الموضوع، أنا كناشد لأن هذا الموضوع هذا كيضرني بزاف، كناشد يعني السادة القضاة، وطبعا أن القضاة لطالما بعضهم كنقولوش كاملين يعني فاجئونا بقرارات جريئة وكتطلب إذن، لأن النص شيء طبعا. الاعتقال ديال ديك الشابه ما فيش مخالفه من ناحيه النص القانوني، ما فيش ادنى مخالفه، ولكن كاين ما استقر عليه الجهاد. فانا كنشد للساده القضاة، اولا هذيك الشابه انا كنطالب بالافراج ديالها على عدم الاعتبار، الاعتبار الاول نمشي شويه بشويه، اولا لان احنا في واحد المجتمع مغربي يعني كرمنا خدينا خطوات تجاه المراه على اكثر من صعيد، فهاد النوع من كيبان واحد النوع من التسامح، ماشي معناه كنتسامحوا مع الجرائم ابدا، ولكن بحكم هي انثى وطفله كانت صغيره والجريمه يقال بانها العمر ديالها 4 سنين او لا 5 سنين، انا لا اعرف كاين اللي كيقول التقادم كاين اللي 2018، ما ندخلش في هاد الديبه هذه، ولكن اللي عندي مهم ومهم جدا هو انه هاد الفعل هذا يعني ما كان مستور، دارته واحد البنت في واحد الظروف لا نتفق معها صحيح حتى واحد، ولكن مني بشكل عام انا بالنسبه لي المجرم شكون هو المجرم عندي انا، ومنطق الماده الاولى من القانون الجنائي، وهي اكبر سند للافراج على هذه البنت بالنسبه لي انا. الماده الاولى شنو كتقول؟ كتقول لك الجرائم هي كل ما تسبب في واحد الاضطراب اجتماعي، جريمة خططتنا هذا هو المجتمع، حددنا واحد الاضطراب اجتماعي، الجريمة اللي ما ديرناش الاضطراب الاجتماعي ليست بجريمة. وملي كنقولوا الاضطراب الاجتماعي خصنا نبحثوا عن منتج الاضطراب، من صنع الاضطراب؟ من شكون الشخص اللي درنا الاضطراب الاجتماعي؟ هذه واحد السيدة تورطت واحد الفعل منافي للاخلاق، صحيح منافي لكذا منافي لكذا، ولكن ملي ماشي ما كانش عندها النية تحدد الاضطراب، ما بغاتش هي تحدد الاضطراب، هي ضعفت كما يقدر يضعف اي انسان اللحظه ديال الجنس، ضعفت لواحد الاغراءات ماليه، ربما ضعفت مثلا العدد من لا نعرفوا حنا الاسرار ديال داكشي، ربما غلطت كما كيغلط 98% ديال المغاربه كيغلطوا بحال هذا النوع من الاغلاط، وهذا الشيء راه كنعرفوا خربوا بلادنا، ما بغيناش ندخلوا في نقاشات، ام العالم ماشي على المغاربه، العالم لان الجنس واحد الشرط بيولوجي مشكله، اصلا حنا نؤيد ممارسه الجنس داخل مؤسسه الزواج، هذا بدانا وهذا خطنا الفكري، ولكن من ذاك التشدد يعني ماشي العقوبه هي الحبس، خصوصا الامر كيتعلق بواحد السيده عندها جوج وليدات استغلها واحد نسميها انا بهذه اللغه، ما بغيتش نقول شي كلمه عليه لانه الا كان هو اللي نشر الشريط، فواحد البنت هذا ماشي جريمه، يعني 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 المجرم الحقيقي في هذا الملف هو الذي احدث الاضطراب الاجتماعي، والمجرم الذي احدث هو من بث الشريط، هو من نشر الشريط، اما هي واحد السيده
نقولوا نقولوا بين قوسين كتاب عليها مشات مستوره. مين معنى مستوره؟ يعني خافت من المجتمع، ما بغاش ادي المجتمع، دارت واحد الفعل مخالف ولكن مني احترمت المجتمع. هي ماشي فوقاش تكون مجرمه، لا نشراته اداه المجتمع، اما هي كتاب عليها. اذا اولا ماشي هذه السيده ليست ما دارتش شي فعل اللي يعني يحدث اضطراب اجتماعي وفقا للماده الاولى من القانون الجنائي. اذا المحدث اضطراب اجتماعي هو ناشر الشريط، هو المجرم الحقيقي واللي خاص المشرع يتشدد في العقاب ديالو. اذا هذه السيده ضحيه، هذه السيده ضحيه. النقطة الثانية اللي كرهها خصها تخرج، أنها بمنطق حتى الدين، الإسلام دين الدولة الفصل الثالث، حنا مسلمين، تنقولوا الإسلام هو مرجعنا في الحكم، تنقولوا حنا مسلمين، فعندنا في التراث ديالنا الموقف ديال الإسلام، ولاحظتوا الإسلام كيتشدد في هذا النوع من الجرائم، بمعنى ماشي كيتشدد بمنطق الإدانة، لا كيتشدد في وسائل الإثبات، تيقول لك أسيدي خصني 4 أشخاص ويشوفوا وعاد تقول لماذا الإسلام اشترط 4 أشخاص وتكون العين وكذا، واش الإسلام كيتسمع هذا الشيء؟ ماشي هادي، خاصنا نشوفوا العله العبره، لان الاسلام ادرك ان العمليه كترتبط بواحد الاشكال يقدر يتورطوا فيه الناس واللي هو مشكل عميق. فماشي في القرن 21 يكون المشرع ديالنا المغربي متخلف على قرون 14 القرن عباد الله والشرع، هذا راه خاص يكون انسجام. فهاد الامر هذا خاصه التجريم الاشد، المشرع يتشدد اتجاه لنشر الشريط. هذيك البنت كنقولوا ممكن تعاقبها بالعقوبه الاجتماعيه، مثلا ملي كيجي واحد الانسان مثلا سخط الوالدين واش كنتعاقبوا عليه؟ كون دابا مثلا بوك سخط عليك وموك سخط عليك، ماشي ما كاينش نص قانوني يعاقبك لانك مسخوط الوالدين، ولكن من يعاقبك المجتمع بنظرته وبازدرائه وبتهميشه وبادانته وبشجبه. وهذا النوع من العقوبه علاش المغاربه كاملين تيبغيو يكونوا مرضيين بلا حبس بلا والو؟ اذا ممكن نلقاو حل بدائل في العقوبه اقصى بحال هذا النوع ديال الجرائم ديال الجنس، ما يمشيوش للحبس 48 ساعه سيدي قاعد الحبس يا الله، ما تبقاش تشد بنادم دار واحد كذا وعنده جوج وليدات مسكينه، عنده جوج وليدات ديالها ودوك وليدات ديالو محتاج للام، ويكفيها اللي كيبغينا على العقوبه، يكفيها المجتمع تشحن بها صورتها، الشهر اللي وقع عليها وسط الحي وسط المجتمع وعاد نزيدوها في الاخر. ف انا كنقول الماده الاولى ثم المنطق حتى ديني، وسبق لينا هضرنا على واحد الواقعه ديال عمر بن الخطاب باللحظه اللي مشى وتجسس على واحد الناس كيديروا شي افعال مخالفه للقانون داخل الدار ديالهم، وقالوا له راه انت اللي خالفتي دخلتي البيوت ماشي من البيبان ديالها وتسلقتي بدون استئذان وكذا، وعفى عليهم واعتبر عندهم الحق. فكاينه بعض الحوايج اللي خصنا صراحه نكونوا في مستوى العصر، كما تيقول محمود درويش يعني خصنا نلقاو الى مستوى العصر. فهاد القضيه هذه كتحمل فيها مسؤوليه للمشرع ولا عدد من عباد الله. فهاد الاعتقاد ديال هاد البنت، حنا كنعتبروا هاد البنت هذه ضحيه، ونناشد يعني الجسم القضائي والساده القضاة اللي يمكن في هذا الملف من موقعنا كصحفي وكمواطن، فان هاد البنت هذه يخلى السبيل ديالها، خاصه وانه عدد من القضايا بحال هذه كتشوف حال الصراح، وخاصه وانها ماشي جريمه من جرائم الخطر، يعني جرائم الخطر ولا جا حتى جنحه، ماشي حتى جنحه تاديبيه، هي فقط جنحه ضبطيه، جنحات ضبطيه ما كتعداش سنتين، حتى المشرع ملي حدد الجنح الضبطيه الافق ديالها عامين، فهو كيوعى بان الخطوره ديالها ليست على درجه كبيره جدا للمجتمع. اذا الحاجه اللي ما تكونش خطر لماذا الاعتقال؟ فالاعتقال هو افظع لانه كيدمر، وكتكون عنده اثار نفسيه على الاطفال وعلى المحيط وعلى عدد من الحوايج، وعندنا الاعتقال الاحتياطي وعندنا السجون عامره وعندنا كورونا، فالمجتمع لن يستفيد من اعتقال هذه البنت. فكاين عدد من البنات اللي كيمارسوا الفساد بعضهم، والرجال كنقولوها رجال ولا نساب بعض المناطق كيدخل وكيخرج كيدخل، خصنا ناخذوا العبره، علاش ما كيردعش السجن؟ كتلقى وحده خارجه الطريق دخلت الحبس كتلقى عندها 20 شده في هذا الشيء. اذا شنو هو اذا هذه خصها معالجه تربويه، خصها معالجه حقوقيه، معالجه اجتماعيه، معالجه اقتصاديه، معالجه انسانيه، هذه الامور ما كتعاش لنا شرط بيولوجي، شرط بيولوجي مرتبط بالتربيه بالفكر بالشغل بعدد من الاعتبارات، فخص تكون مقاربه شامله، وانما المقاربه الزجريه بوحدها لا تكفي. فمناشده وكنسد هذا القوس على ان الساده القضاة انه يكون شي اجتهاد في هذا الجانب هذا، لان هذه السيده حنا ما رابحين منها والو، انها تعتقل من غير بحال مجتمع ولا بالعكس الخساره اكثر من الربح ديالها، خصوصا وان الماده يعني ديال 483 اللي كتهضر على الاعلان الاخلال العلني بالحياء، واللي هو طبعا المكون ديالو خاص واحد الشخص يكون شافها وكذا وكذا، فهذه السيده كما قلت ماشي هي اللي بغات ديال الجريمه، دارت هي واحد الحاجه كتبت عليها مخزونه، المجرم من نشر الشريط، ولا هضرنا على الاخلال العلني بالحياء يا عباد الله، ما كنبغيش نخرج في التفاصيل، فين هو الشريط ديال ذاك المسؤول اللي بان عريان؟ هذاك ماشي اخلال علني بالحياء، فين هو التحقيق؟ سمعنا التحقيق، فين النتائج وفين؟ فهذا راه كيفتح لنا الباب لهذ النقاشات هذو، فخصنا تكون مساواة أمام القانون، راه أخطر حاجة ذاك السيد اللي كيبان عريان ماشي إخلال، ويبان هكا ويدخل البيوت وذاك الشريط ديال الفيديو،
اذا كيفاش حنا من هنا مثلا كنفتحوا فين هو البحث فين هو داك مول لوطيل مول لوطيل يجي شكون عطاك داكشي دغيا نجبدوه في جوج دقائق وتخرج النتائج ماشي دابا هاد البنت هادي معطله وكيقولوا بانها كتعيش ظروف فقيره واش عباد الله دوك المحامو اللي مشاو ازرو ديك السيده والزعماء هما كيشجعوا الرذيله والفساد وهذاك المجتمع الحقوقي التطواني اللي واقف مع هاد السيده واش زعما كيشجع الفساد الناس كيشوفوا من نظره انسانيه واجتماعيه واروع ما كاين في هاد القصه ديال داك المسؤول وهاد السيده اللي اكتشفت انا هو ان المجتمع المغربي متدين وعنده الاسلام ولكن ملي عنده مقدس الحريه الفرديه وعنده مش الحياه الخاصه علاش لانه عنده مرجعيه حتى دينيه حاضره لان الحياه الخاصه تسجيد لي شهر هو اللي خصو يتعتقل لي شهر كتب عليها غلطه تيكفيها اي مراه كتبغي دير وليداتها المراه اميل للاستقرار المراه كتلقى راجلها بعد امثله كنعطيك كنعرف انا كنتفكر شي حالات الراجل كيبيع وكيشرب وتجيبو من البيران وتجمع له فلوس وتبني دويره مسكينه يا جوره يا جوره وتحضن وليداتها المراه كتبغي الوليدات كتبغي الدويره شكون هي المراه اللي كتبغي تعيش داك الاوضاع المؤلمه عباد الله وكنتمنى يعني هذا المشكل يتحل. الموضوع الثاني واللي موضوع مهم ومهم جدا وكذلك على المر عليه مرور الكرام هو صحيحه اسدل عليه الستار بالتنازل ديال واحد البرلمان من حزب سياسي ولكن مع ذلك غادي نوقف عنده لانه لقيته موضوع مهم من المغاربه. فهاد السيد كيقول انه سرقت له واحد السيده 10000 بيضه الاخرى كتقول الروايات اللي خارجه اخرى 16 بيضه كاين روايات اخرى كل واحد كيقول حنا ما نسيئولوش وهاد التنازل ديالو مزيان وكنشكروا عليه وكذا ولكن واش ما ممكنش حنا نناقشوا شي حويجات نستخلصوا بعض الدروس. فانا كنسمع لهاد السيد هذا شنو كيقول كيقول لك انا هاد السيد هادي ما غاديش نتنازلها الا تنازلنا راه غادي نشجعوا الناس على السراق السرقه. انا ماشي انسان جيعان يا ودي على 16 بيضه شديت مشيت كنحاسب هاد السيده والامثال ديالها الا شجعناهم راه غنشجعوا السرقه وغتولي السرقه مشروعه. حنا ملي كنقولوا مؤسسات ديال البرلمان وكبرلمانيين وكسياسيين خاصنا نحاربوا الفساد خاصنا نحاربوا السرقه راه اللي شجع على السرقه البيضه كيشجع على السرقه ديال الجمل. وفي نفس التصريح كيولي كيقول لك انايا كنت غادي نتنازل ليها وقلت لها ديري غير الكتابي. انا كنت غادي نتنازل وما كنتش غادي ندير شكايه من الاصل ديالها ماشي غير التنازل ما كنتش غادي ندير كاع الشكايه ولكن ملي شفت على انه السيده قلت لها دير اعتراف بانك سارقه وبانك ما غاديش تعاودي تسرقي وهذا لقيت واحد التلكؤ وملي مشات عند البوليس بقات كتلك ولاني اعترفت في الاخير. اذا هذا علاش انا ما درت الشكايه النهار الاول. ما راكمش يا اما انت ما كتنازلش للسراق لانهم بداوا كتشجع اما كنتي غتنازلها اذا انت كنتي غدير لها غير بياج بهذا المنطق كلام مراكبش وهذا الكلام مراكبش كيبين حوايج اخرى تقدر تصريحات اخرى ربما تكون مراكبش. انا كنخلص السينيسيس الجماعي انا كنخلص كذا انا قول لنا شحال كتخلص هي هذه السيده الصالير ما سمعناش صاليرها شحال عندها في الشهر. ثم من الحوايج كذلك اخرى اللي كانت مهمه في التصريح انا هو تيقول 10000 بيضه ولكن في واحد التصريح اخر تيولي تيقول لك اللي سرق بيضه يسرق جمل. إذا هذا لو كانت 10000 بيضة ما يكونش هذا المثال الشعبي بيضة واحدة هذا كيقرب ل 16 بيضة. ثم اللي العمليات الأخرى هو تيقول لك أنا ماشي جيعان و 16 بيضة وكذا إذا هذا إقرار 16 بيضة. أنا ماشي إنسان جيعان يا ودي على 16 بيضة شديت مشيت كنحاسب هاد السيدة والأمن والنقاش اللي مهم ومهم جدا هو تيقول لك انايا المسؤولين السياسيين حنايا ما خصناش نشجعوا على الفساد وخصنا نوقفوا ضد الفساد كمؤسسه. حنا ملي كنقولوا كمؤسسات ديال البرلمان وكبرلمانيين وكسياسيين خصنا نحاربوا الفساد خصنا نحاربوا السرقه راه اللي شجع على السرقه البيضه كيشجع على السرقه ديال الجمل. لا هذا هو الفساد الاستاذ وضلينا على الفساد المقدس ودرنا شي ندوه صحفيه قولي لنا شحال ديال الفساد حاربتي شحال من سؤال كتابي على الفساد درتيه وشحال من فاسد قلعتي في ديك الرحامله ولا في ديك المنطقه ديالكم قولي لنا شحال من سؤال شفوي قولي لنا شحال من لجنه تقصي الحقائق اللي خرجتي فيها ولا دعيتي لها ولا كذا اعطينا فساد وخصنا نحاربوا الفساد. ثم كيقول السيد بانه الخصوم السياسيين هما اللي فجروا هذا الشيء ولا الخصوم السياسيين وهذا الشيء كله خلقوه المنافسين السياسيين باش على العدد البيض وعلى الحاله الاجتماعيه ديالها باش يخلقوا واحد التعاطف كاذب مع سارقه.
ولو كانوا هادو خصهم سياسيين شكون اللي عطاهم الفرصه؟ ياك انت عندك كنتي امام خياران، اما مسطره يعني ديال القضائيه عن طريق الشكايه وهذا الشيء اللي مشيتي فيه وانت كتعرف غتعتقل هو بغيتي هذا الخيار، اما المسطره المدنيه كنتي غدير وفق الماده 66 من مدونه الشغل واضحه كتنعم سيدي ودير مجلس تاديبي وتعال والمندوب واحد الاجر كذا وتشعرها ومريضنا ما عندها وحدات عقوبه لانها غتحرم رزق هذه الخدمه غتفقد مكانتها الاجتماعيه كلشي غيدور عليها هضره فلان سرقت البيض فلان سرقت البيض فلان سرقت البيض اذا هذيك راه عقوبه وانت صاحب مشروع سياسي اما تيجي الحزب ونظرا لظروفها الاجتماعيه وانت كبرلماني ما عندكش هذا الافق ما عندكش هذه النظره الاستشرافيه الاستطلاعيه تيجي الامين العام عادي يبان لك العمق الاجتماعي وما بقاش ولا كانوا هاد الناس كيشجعوا السرقه السياسيه كما كتقول انت بعض المنطق يدافع على السرقه اذا الوهبي هو كيدافع دابا على السرقه ملي استجبتي له انتم السياسيين كتدافعوا ولا دخل الوهبي لا هو حتى الوهبي دابا كيدافع على 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 الفساد بهذا المنطق قال لك اسيدي الناس اللي كيطلبوا لك دابا هذا عا روايته اذا هذا المنطق هذا ما راكبش عباد الله اللي كاين واللي خصو يقولوا السيد البرلماني المحترم هو ان تمارس عليه الضغط من طرف المجتمع الفيسبوكي اللي كنحيوا بهذه المناسبه هذه هو اللي مارس الضغط باش الناس ببساطه شديده جدا لانه العمق الاجتماعي راه باين من الاول والسي وهبي كان يدخل في الاول ولكن من بانت انتخابات قريبه وكاينه خساره سياسيه وصوره سياسيه والناس ما سحبلهمش الملف ياخذ هذه الابعاد والوقفات وكذا انذاك عاد رجع الوعي الوعي كما قال السيد درويش اذا بكل بساطه خصنا نكونوا صرحاء في هذا الملف هذا الموضوع الاخر والذي لا يقل اهميه في هذه الحلقه هذه هو الموضوع ديال مدينه سيدي سليمان الحبيبه والعزيزه فكما قلت في التوطئه ديال هذه الحلقه وصلتنا مشاهد يعني كتقلق بزاف عباد الله مؤلمه بزاف فباش تسمع في القرن 21 خمسه الاطفال كانوا غيموتوا خمسه الاطفال يعني كما كيقولوا الشا وهذا الشيء هذا يعني راه موثق بالصوت وبالصوره الخبر ولادي انا بعدا كانوا غيموتوا سيدي العامي انت حبستيني من الخدمه وحيدتيني القيطون ديالي والدار هي طاحت ورقيتها انا عديني تعتقلني السيد العامل السيد العامل هاد الصديق ديالنا هاد الصباح كانوا غيموتوا له خمسه الاولاد تيسكن على الصفيح حبستيه من الخدمه حبستونا شردتونا هاد السيد راه وليداتو كان غيفقدهم هاد الصباح ولادو اللي تكبرهم وضرب عليهم تماره خدم عليهم وما عنده حتى شي حاجه من غيرهم راه كان غيفقدهم تعال تشوف المحل فين طاح عليه تعال تشوف تعال تعال وليداتهم وخمسه الناس تعال البنت الاولى شوفني هي قداش كان غيفقدها شي بنت قداش كان غيفقدها المحل فين تيسكن هاد السيد ها هو مكرر له الناس عام العمده شوف السيد العامل ماشي تسحابنا لاباس علينا لاباس علينا وتنهضرو راه الناس تتموت شوف فين ساكنين ولا خدمه لا والو شوف الناس المحل راه كان هو بالعمده كان يقتل لولادو شي المحل كي داير طل 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 السيد العامل واش انت عاد بغيت تكون في هاد الشي ولا راه المحل شادينو بالعمده راه طاح عليه هاد الصباح كان غيقتل لولادو ها الوليدات عرض وليدات عليك السيد العامل عرض وليدات عرض وليدات عليك انت هذاك وزير الداخليه وسيد الباشا وسيدنا الله ينصرو عرض وليدات راه عليكم هاد الوليدات راه كانوا غيتفقدوا في هاد الصباح اللي باهم 10 سنين واش يضرب عليهم تماره واش يضرب عليهم العدام شوف فين ساكن هو وياهم راه كان غيتفقدوا راه الى اله الا الله راه قتلتونا في هاد المدينه راه ما عندنا والو في هاد المدينه وشوف فين تنعيشوا عباد الله ومشي نبانوا لكم لابسين ولا واكلين تقولوا راه هادو ما نعرف شنو شوف فين تنعيشوا راه فين تنترزقوا الله حرموا علينا جراو علينا تقولنا راه هدرتوا تاكلوا العمود شوف حالتنا كي دايره خرج اخويا شوف فين تنسكنوا اجي خرج اخويا هادي راه المدينة ديال سيدي سليمان تنعيشو فيها شو الحالة ديالنا في مدينة سليمان اش اخويا شو حالتنا شو الناس اللي تيعيشو شو الاطفال شو اذا كتسمع بان السيد خمسة كانوا غيموتوا والناس نقدوهم وكاين اطفال وشتو المشاهد وشتو العمدة بنادم في الناس عباد الله واش حنا في القرن 21 ومن بعد هذا الاستقلال شي خمسة العقود ولا ستة العقود واش باقي عندنا الناس كيعيشوا هذه الاوضاع هذه المؤلمة واش هادشي ساهل المغاربه ماشي كيديننا كيديننا امام الوطن وامام الدستور وامام ضمائرنا وامام الله امام كل الاعتبارات والمرجعيات كيفاش بنادم ينعس في هذاك الوضع المؤلم جدا وديك المشاهد ديال داك الغيس وداك الماء ديك المشاهد ومشاهد ديال الاطفال شوفوا غير المشاهد ديال الاطفال كيفاش جالسين تما كيتمشاو انا جايين انا جايين سمير بالناس الزين سرق تمزروب غمش
واش هاد المشاهد هادي ساهله عباد الله؟ واش هاد المشاهد؟ السيد مسكين ساكن مع العمده، الاخر ساكن مع العمده ومع وحده وليداتو مسكين، شوفوا على مشاهد كي دايره. سيد رئيس رئيس مجلس بلدي. انت واش باقي شي واحد يعيش في الخيش والميك اخويا؟ هذا صديق ديالي، هذا السيد جاري مسكين تا هو تيعاني حنز، شوف راه مغطي هذا الشيء عاد. انت كتشوف شوف تا هو مسكين هذا، راه كانت عنده كريريسه اخويا حيدوها له تا هو. هذا السيد راه كانت عنده كريريسه تبيع كاسكروطات حيدوها له تا هو وشردوه، راه لا اله الا الله. واش هاد المشاهد ساهله عباد الله؟ واش هاد المشاهد هادي يعني بسيطه؟ منين كيتمشى في الماء عايش وسط الماء. في القرن الواحد والعشرين السيده مسكينه كتقول لك انا راجلي كيخدم يومين وخمس ايام حابس، كتقول لك حويجاتي حاطه مع فواحد القنت وفازقين وانا وليدي تيمشي معنفقنيه عباد الله. باها امها قالت كجال اخوها مريض هاد الاوضاع هاد. راه جيتي خدام في الموقف، نهاري خدمت 3 ايام 4 ايام كاس، عادي سمعت النفوس، داري رايب اخويا، انت ما بقى منهم كطيح لهم كاس في واحد القوت محيوزة في واحد القوت هنا وليداتي، يلاه معايا فراشك وشي فازك. مدينة سي سليمان، الليمون والتفاح والفارم والتحويلات ديال الناس في الخارج عايشين برا والخيرات ومدينة استراتيجية والمعامل اللي كانوا فيها وكذا، في الاخر تحولت كلها مدينة عامرة على مقاهي. المقاهي في مشي تلقى مقهى المقهى. من المسؤول على هذا الشيء عباد الله؟ هذه الاوضاع هذه المؤلمه جدا. واش كتعرفوا بانه تيقول لك جات كاين يعني مفتشيه دارت تقرير؟ كنتمنى ان السيد وزير الداخليه والسيده زينب العدوي يفعلوا تقرير المفتشيه. تقرير المفتشيه غيبقى هو الشعار ديالنا الى يوم البعث، غيبقى نهزو تقرير المفتشيه الصباح وعشيه نفطروا به ونتغداو به ونتعشاو به، ما يمكنش ندخلوا الانتخابات الجايه وحنا كنشوفوا ان الناس اللي صوتنا عليهم وشدوا المجالس سرقوا البلاد. هذا الشيء خطير جدا. كنتمنى ان السي عبد الواحد الفتيت عبد الوافي الفتيت والسيده زينب العدوي هي المخاطب ديالنا، نهار ما تجاوبوش معنا حتى سيد وزير الداخليه غنلجؤوا لصاحب الجلاله مباشره عن قطعوا الوساطات مع الناس اللي كي المسؤولين وعنتوجهوا لصاحب جلاله، راه ما بقاش شي حل. هادشي كارثي. حنا في المركز الوطني حقوق الانسان والتحالف الجهوي لمؤسسات المجتمع المدني. فين مشى داك المفتشيه؟ ها هو السيد دابا هذا حقوقي كيهضر على هذا المفتش على هذا التقرير. اذا فين مشى هذا التقرير هذا؟ اين هو التقرير؟ وهذا اشكال عميق على المغاربه، عميق جدا في المغرب. تجي المفتشيه، يجي العامل يشوف اعمال ديال المجلس، يدير التقرير ديالو، يصيفط لوزاره الداخليه، الداخليه تصيفط لك واحد المفتشيه، المفتشيه دير التقرير، اين هو التقرير؟ ماذا ترتب عندك التقرير؟ واش شحال على القضاء؟ واش شافوا؟ وتقول لك الاعضاء ما شفناش، حقوقيين ما شفناش، بغينا غير نشوفوا التقرير، تقول لك صباح وعشيه، من المسؤول عن الاوضاع؟ والفصل 145 من الدستور المغربي واضح يسهر العامي على تطبيق القانون. اذا هذا اشكال الاول، خص باش ما نطولش الهضره في هذا الموضوع، خص انه تولي واحد الاحاله تلقائيه للملفات. هادشي اللي كدير المفتش خصو يتحال على القضاء بشكل تلقائي، ماشي يوصل عند واحد المسؤول ويبقى عنده ما يترتب عليه والو ونخسروا حنا المفتشيه والمازوط وكذا والروينه ونخلقوا ارتباك وسط المجتمع. هذا هو اللي قلنا يحدث ارتباك اجتماعي، ملي كنشوف واحد التقرير ونشوفوا هذا وما يترتب عليه حتى شي جزاء وحتى متابعه وحتى والو. اذا خص تكون واحد الاحاله تلقائيه للاعمال ديال المفتشيات. ثانيا وسبق الحقوقيين قالها، خص جدوله زمنيه لذاك التفتيش، ماشي يكون موسمي غا واحد الايامات من يكون الانتخابات قربت او لا شي واحد اللون السياسي ما كيعجبناش واحد الايامات سي سليمان لا 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 غير حيد داك اللون السياسي وجا واحد اخر عاود ثاني سكات. علاش؟ علاش؟ والحقوقيين راه كلهم راه كيهضروا على هذا الشيء ديال الانتقائيه. قدر خصنا حل هذا المشكل. ثالثا ونقطه في غايه الاهميه وسبق العباد الله هضروا عليها، هو خص يكون المسؤوليه تكون يعني مركبه، ماشي حنايا المسؤول الجماعي بوحده، لا سيدي، حتى سلطه الوصايه او سلطه المواكبه خصنا حتى هي تولي مسؤوله باش تما كل واحد كيدير الشغل ديالو. ماشي العامل عنده احضار في الجلسه والسلطه وعنده الحق الدوره ويلغيها ولا يحبسها، عنده يوصل بالتقارير ديال التقارير يواكب يشوف كل شيء الامر بالصرف، ولكن لا يتحمل اي مسؤوليه عندما يتعلق بالاختلالات.
هذا مشكل، هذا مشكل. حنا كنكرمي رئيس الجماعه مادام انا عندي السلطه عليه، فاي اختلال داروا ذاك رئيس الجماعه وحتى السلطه ديال المحليه او كذا حتى هي خصها تولي مسؤوله. ما يمكنش حتى كتلقى رئيس الجماعه مشى وكتسمع كازينو تباع بكذا، وانا كنواكب وانا اللي كنوافق وانا اللي كنأشر وانا اللي كذا كذا، ولكن ملي كنجي للمسؤوليه كيبقى فيها غل. هذا كيشجع المسؤولين الجماعي المنتخبين يتمادوا الفساد ديالهم. فهذا من جمله الاشكالات الاخرى اللي خصها تكون. فلا يعقل عباد الله، لا يعقل، حنا في القرن 21 وحديث على المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والانجازات الحصيله. طبعا كاين بعض الحوايج فيها ايجابيين، ولكن من هذه المشاهد السيستيما تدين وتسائل هذه الحصيله وكتفتح نقاش حول هذا الشيء. هذا لا يعقل ان مدينه بحال سيدي سليمان نشوفوا هذه المشاهد هذه ونسمعوا ان عباد الله دراجات ثلاثيه مشدودين ولا حبوا ولا خذوهم ليهم البيع والشراء، قال لك عدد منهم حبسوهم. فين عيبشوا هاد الناس؟ ناس خصها تخدم، ناس راه خصها تاكل. فملي كتسمع السيد تيقول لك انا ولادي، انا ولادي يعني مابقاوش كيقراو، وانا انا براسي نعاني، ولادي كانوا تيقراو كانوا تيديروا مراجعه كانوا تيديروا، دابا حابسين من القرايه اقسم لك بالله، لا حابسين من القرايه. ويسولوا عليهم راه كاين المقدم كاين هادشي معروف، يقولوا سير طلقوا على سعيد سولوا عليه شكون هو. يعني كتسمع سيتي تقول ولادي حبستهم من القرايه، ما معنى كنحبسهم من القرايه؟ اي معنى دابا هاد المشاهد راه فيها انتهاك الحق في التمدرس والحق في 21 فصل، الحق في السلامه الجسديه بهذا الماء وهذا التهديد، الحق ثم الحق في 32 الحق في السكن اللائق، الحق في عدد من الحقوق، كاع الحقوق منتهكه في هاد المشاهد، الحق في السكن اللائق، الحق في السلامه الجسديه، الحق في التمدرس، الحق في البيئه، الحق في شي حاجه نشوفها زوينه، الحق الحق الحق، فكل شيء كينتهك في هذه المشاهد هذو. اذا من المسؤول عن الاوضاع؟ والسيد تيقول لك الحقوقي بان هذا التقرير عاد المفتشي وكنتسناوه. اذا شكون المسؤول على السيد؟ ولا السيده كتقول لك احنا ما، السيده كتقول لك في فيديو كتقول لك احنا ما جا عندنا لا قايد لا عامل لا باشا لا مسؤول جماعي لا عضو جماعه لا والو. جا عندك شي مسؤول؟ جا عندك شي مسؤول؟ لا ما تسوق لك حتى واحد، ما تسوق لك حتى واحد. ما شفنا في سيدنا، انا راجل عشوم، حنا بغينا سيدنا يجي عندنا، بغينا سيدنا يجي عندنا. ما تسوقنا حتى واحد اصاحبي، قول لي هذا مزمر، انا خويا مريض ما عندوش الصحه، خويا هذا خويا مريض ما عندوش الصحه، ما عندوش والو، ثلاثه نفوس راسو حامله. بغينا سيدنا، بغينا سيدنا يجي عندنا، بغينا سيدنا، بغينا سيدنا يجي عندنا. خوتي بارطاجيو معنا هذا اللايف، الله يرحم الوالدين، باش يوصل لسيدنا والناس المسؤولين اللي طلع الفلود لايف بارطاجيه. امي هجالة دارنا حنا عندنا عكارين، بنهار يخدم راجل يومي تيم كاس عشومون، خويا كاس على الموقف، خويا ما سمعت منك. الله يرحم الوالدين، انا معايا خويا دار الله يرحم الوالدين. شافوا على المقدم، شنو هو الساكنة؟ مالها دوك البشر؟ ماشي بشر، مشيو عندهم من يوم عام القيامة، وتقريبا قال لك 100 دار ولا شحال هي؟ علاش المسؤولين ما كيحقروا بنادم؟ علاش؟ علاش ما تمشيش عندهم؟ شكون أنت؟ شكون وصلك لذاك البوست؟ باش كتخلص من فلوس المغاربة؟ ايوا علاش ما تمشيش عندهم؟ ما كنقولكش سيدي شي حل سحري، على الامكانات اللي عندنا، مشي لعند بنادم مراد كيبقيتي كيلاب، ماشي تكون تصاور ولا تجي شي دقة شي مطرقة من فوق عاد كلشي كيتموبيليزا، علاش بنادم ما يكونش تلقائيا الانسان؟ انسان. نشوفوا حنا هذه المشاهد هذه في القرن يعني الواحد والعشرين، تقول لك السيدة مسكينة ما عندهاش رجلها ما خدامش، ما جا عندي لا مسؤول ما جا عندها، تيحسب لنا بالغبون وبالحقرة، في الآخر نسولوا علاش كنوصل للإجرام ومؤخر سي سليمان في أيامات ديال تقريبا مع شحال كذا و40 واحد اللي مشاو لسوريا ومشاو لسوريا ومشاو لافغانستان من دوك المتطرفين. اذا شكون اللي كنجنى التطرف والعزوف السياسي كله؟ هو هذا النوع من المشاهد المؤلمه، غياب المراقبه وغياب ربط المسؤوليه بالمحاسبه، هذه هي المشاهد المؤلمه. هذه سيستم حدا العاصمه حدانا هنا، لماذا كترزح تحت النيل هذه الاوضاع هذه المؤلمه؟ وكندخل الى موضوع اخر، كندخل وكندخل الى موضوع اخر لا يقل اهميه وغنختم به، وله علاقة علاقة. فالبعض كيتسأل هذاك السيد ديال رحامنا السياسي الملوك مع السيدة حقة ديال تطوان، علاش الناس كيوقفوا مع ديك الشابة ديال تطوان ومع ديك السيدة اللي كيقولوا سرقت البيض وكذا؟ راه المغاربة كيحسوا بالغبن وانعدام مساواة تطبيق القانون، بحال هذا التقرير اللي قلت لكم ديال المفتشية ديال سي سليمان. كذلك حتى في هذا الإشكال ملي كيجي وزير، ملي كيجي الدستور الفصل الخامس ويقول لك بأن اللغة العربية والأمازيغية لغة رسمية ديال البلاد، بمعنى ان المناشير وان المذكرات والمراسلات ديال السيد المسؤول خصها تكون باللغه العربيه والامازيغيه. سيد وزير الصحه مصيفط لنا الذكيره البارح توصلت بها بالفرنسيه. جا الفوق في القنت وداير المملكه المغربيه وزير الصحه وكتب الفوق الجمهوريه الفرنسيه. يا صافي هذا اللي بقى النص كامل.
وحنا عندنا فصل دستوري بمعنى كتنتهك الاراده المغربيه. الناس انتخبوه هاي لا لا والدستور فاتح دستور فاتح ينيوزال هاي لا لا القيامه وتصريحات فرونس 24 حنا المغرب استثناء. ولكن واقعيا كيفاش وزير الصحه؟ والاغرب من هذا عندنا حكم قضائي ضد وزير الصحه المغربي. ضد وزير الصحه المغرب 2017 تعتبر بان المراسلات ديال اي مراسله ديال الوزير ضد باللغه الفرنسيه تنازل على السياده المغربيه. هذا حكم قضائي تنازل على السياده اذا وزير الصحه خالد اي طالب تنازل عن السياده المغربيه لان اللغه عنصر من عناصر السياده. مثل العلم عنصر من عناصر السياده، مثل العمله عنصر من عناصر السياده. هادو عناصر السياده عباد الله تنازلتي عليهم، استعملتي لغه اجنبي في مراسلتك. واش اللغه العربيه قصيره؟ واش دوك الاطباء ما كيعرفوش يهضروا بالعربيه؟ شنو قول لنا غالعله؟ شنو زعما؟ تستعمل اللغه ديال الاخر وحنا كتقصي لغتنا وتقصي دستورنا. وتقول المغاربه خصهم يحترموا البيض، هذه تحترم كذا، حيت المغاربه ملي تلقى الفقيه نتسناو يعني تيقولوا بركته دخل الجامع بلغته. فقيه اللي نتسناو بركته هو دخل الجامع بلغته. الوزراء هما القدوه. هما اللي خصهم يحترموا القانون. هذا منشور ديال الوزير العثماني داروا في 2018، منشور تيقول لهم خصكم تستعملوا اللغه لزوما. وكاين منشور في 1998 ومنشور في 1999 والدستور 2005 وحكم قضائي. واش دابا هادو اللي كيحتقروا اللغه ديال المغاربه واش هاللي يرجى منهم خير؟ تونس عباد الله مناشير ممنوع تستعمل في الاداره وحنا المغاربه مكتوب علينا هاد الاعتداء هذا. كنشكركم الزوار ديال الموقع والى اللقاء في حلقه اخرى بحول الله. الى اللقاء.